الديمقراطية هي وسيلة للحكم، وكذلك الجهوية هي من الوسائل التي تثبت دولة ديمقراطية. جهوية كان هناك نقاش طويل عبر سنوات داخل اللجنة الملكية الاستشارية، داخل الأحزاب السياسية، مع المجتمع المدني. نشرت الفكرة وكان تصور عند اللجنة، تقدمت لصاحب الجلسة، صاحب الجلسة ارتأى أن يكون ذلك مدسترا. إذا اليوم الدستور ينص على الجهوية الموسعة وبالمرتكزات الأساسية التي تبنى عليها الجهوية الموسعة اليوم. إذا اليوم احنا في إطار تنزيل القوانين التنظيمية، الجهوية تحظى باهتمامنا لأنها مهمة ومهمة جدا، وخصوصا التضامن بين الجهات، تنمية الجهات، الاهتمام بالعالم القروي، الاهتمام بالمجال الترابي. إذا كل هذه الاهتمامات حاضرة اليوم. إذا نعم. الآن الخطوط العريضة الجميع متفق عليها.